أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الإعدادية بكلية الهندسة جامعة أسيوط، أهلا وسهلا بكم في مادة مبادئ تكنولوجيا الإنتاج. موضوع محاضرة اليوم هو المعالجات الحرارية أو الهيت تريتمنت. المعالجات الحرارية بتجرى لتحسين الخواص الميكانيكية. قبل ما ندخل في المعالجات الحرارية، تعالوا كده ناخد فكرة عامة عن كيفية اختبار الخواص الميكانيكية. أنا عايز أعرف الخواص الميكانيكية للمواد المختلفة عشان أشوف سلوك المادة دي لما أحملها بأحمال معينة، يا ترى هتستحمل إجهاد قد إيه؟ هتستحمل حمل قد إيه؟ هيحصل فيها استطالة قد إيه؟ هتنهار إمتى؟ إيه أقصى حمل ممكن تتحمله؟ طب بعرف الخواص الميكانيكية إزاي؟ عن طريق اختبارات، في اختبارات كتيرة جدا متعددة لمعرفة الخواص الميكانيكية. الاختبارات دي كلها بتشترك إن أنا باخد عينة من المادة دي، باخد عينة قياسية ستاندرد طبقا للكتب بتاعة الاختبارات، وبروح بالعينة دي على ماكينات مخصصة مصممة خصيصا للاختبارات المختلفة لمعرفة الخواص الميكانيكية. من أشهر الاختبارات دي اختبار الشد. اختبار الشد من اسمه كده، باخد عينة وبشدها وبشوف يا ترى أفضل أشد في العينة دي وأشوف اتكسرت تحت تأثير حمل قد إيه. شكل عينة الشد بيكون بالشكل ده، بيكون لها جيج لينث اللي نود الطول الأصلي، باخدها بروح على ماكينة الشد وببدأ أشد في العينة. أدي الطول الأصلي أهو، بدأت بطول اللي نود ومساحة مقطع A نود. مساحة المقطع ممكن تكون دائرية أو مستطيلة. أبدأ أشد، يبقى فيه قوة فورس لفوق وفورس لتحت. اللي هيحصل في العينة هيحصل زيادة في الطول، ويحصل إيه في المقطع؟ ريدكشن او تقلص في المقطع. اقدر احسب التغير ده، النسبة ما بين الفورس دي اللي انا بشد بيها في اللحظة دي على مساحة المقطع الاصلية اي نود، ده بسميه الاسترس او الاجهاد. يبقى الاجهاد الاسترس، الاجهاد اللي وقع على المادة دي في اللحظة دي، عبارة عن القوة اللي انا بشد بيها على مين؟ على مساحة المقطع. طب استمر في الشد، اقدر برضو احسب الاسترين الانفعال. الانفعال عبارة عن تغير في الطول ال ناقص ال نود على ال نود على الطول الأصلي، التغير في الطول على الطول الأصلي، ده هو الانفعال. الانفعال بيعبر عن مقدار الاستطالة اللي حصلت. ابدأ شد كمان، زود القوة، زود الفورس دي، هيحصل ايه؟ الطول هيزيد. وهيحصل ايه في المقطع؟ المقطع هيقل. استمر، هيحصل هتلاقي في النص كده حصل نيكينج زي الرقبة كده، معناها خلاص العينة بدأت ايه يحصل فيها شروخ، وبالتالي ممكن تتكسر بعد فترة. تستمر في الشد الى ان يحدث الكسر. ده شكل الكسر في المعادن. اقدر اعمل جدول موجود فيه الاسترس او الاجهاد، وموجود فيه الاسترين او الانفعال، وادي المعادلات اللي انا بحسب منهم الاجهاد والانفعال. اقدر ارسم علاقه ما بين الاجهاد والانفعال، ده بسميه منحنى الاجهاد الانفعال. منحنى الاجهاد الانفعال للمعادن بيكون عاده بالشكل ده، رسم على المحور الافقي الانفعال او السترين، وعلى المحور الراسي الاسترس او الاجهاد، وابدا اوقع كل النقاط. في البدايه خالص كان الحمل زيرو صفر، وبالتالي الاجهاد صفر، وبالتالي الانفعال صفر. يبقى كده المنحنى بدأ من النقطة صفر. بعد كده هتبدأ تحسب الإجهاد عند النقطة الأولانية، وتوقع ادي النقطة صفر، وبعد كده تحسب الاسترس في فورس قيمة للقوة اللي بتشد بيها ومساحة المقطع، يبقى عندك رقم معين، توقع الرقم ده مع الانفعال الناشئ، تشوف طول العينة، تقيس طول العينة عند اللحظة دي وتطرحه من الطول، او تطرح الطول الاصلي منه وتقسمه على الطول الاصلي، يطلع لك السترين، يبقى اقدر اوقع النقطه دي. وهكذا اوقع النقاط دي كلها، اوقع النقاط، وبعد كده اوصل النقاط دي ببعضها، الاقي المنحنى بالشكل ده اللي مرسوم بالخط اللون الازرق بالشكل ده. ده منحنى الاجهاد الانفعال لسلوك المعادن المختلفه. بص كده على المنحنى ده، اقدر اطلع بعض الخواص الميكانيكيه للمعدن بتاعي. اقدر اعرف يا ترى الالاستيك ريجون بتاعتي، الاستيك ريجون او منطقه المرونه، تلاقي في خط مستقيم. يعني ايه خط مستقيم؟ يعني الاجهاد يتناسب مع
الانفعال تناسب خطي، يعني الخط المستقيم ده بيجيب لي علاقة خطية، أقدر أجيب علاقة خطية ما بين الإجهاد والانفعال. طيب ده خط مستقيم يبقى ليه ميل، الميل بتاعه ثابت، يبقى إذا الميل بتاع الخط ده ممكن تبقى بروبرتي أو خاصية معينة، وبالفعل ده بيسموه المودولس أوف إلاستيستي. المودولس أوف إلاستيستي ده أقدر أحسبه عن طريق إن أنا أقسم الإجهاد على الانفعال عند أي نقطة بالشكل ده، أقسم أشوف الاستريس هنا كام والانفعال اللي قصاده كام، واقسم الاثنين على بعض اطلع خاصيه للمعدن ده اسمها المودولس اوف الاستيستي. اشوف معدن تاني اختبر الشد له الاقي المودولس اوف الاستيستي مختلف، اشوف معدن تالت الاقيه مختلف. يبقى اذا المعدن ده او الماده دي اتعرفت ببروبرتي اسمها المودولس اوف الاستيستي. ادخل مثلا على المرحله اللي بعدها البلاستيك ريجون، مرحله اللدونه. ايه مرحلة اللدونة دي؟ يعني معناها لو انا شلت الحمل من على العينة، العينة مش هترجع لوضعها الاصلي، بعكس منطقة المرونة. منطقة المرونة لو انا شلت الحمل هيرجع على الخط المستقيم ده للصفر، خلاص مفيش اي تشكل حصل في المادة في المعدن، مفيش اي تشكل حصل في المعدن، وبالتالي السترين بزيرو عند ستريس بزيرو. لكن في البلاستيك ريجون لو شلت الحمل لا، هيرجع للوضع ده خلاص الإجهاد بزيرو، لكن فيه انفعال معين، فيه تشكل دائم حصل في المعدن. من الخواص الميكانيكية المهمة جدا، يا ترى المادة دي تستحمل أقصى حمل ممكن تستحمله قد إيه، الماكسيمم لود، وده بسميه التنسايل ستريس بتاع أو التنسايل سترينث بتاع المعدن ده، أكبر مقاومة ممكن يستحملها المعدن ده قد إيه، هي النقطة دي. وممكن برضو من البروبرتيز او من الخصائص اللي انا ممكن اعرفها الفراكشر، يا ترى المادة دي هتنهار تحت تأثير اجهاد قد ايه، وبعد ما تنهار الانفعال هيبقى قد ايه. يبقى كده من منحنى الاجهاد الانفعال اللي انا جبته من فين، من اختبار الشد عرفت بعض الخصائص الميكانيكية للمعدن ده. المعالجات الحرارية، المعالجة الحرارية هي استخدام الحرارة في تغيير الخواص الميكانيكية للمنتجات، لا سيما المنتجات المعدنية منها، وأكثر المنتجات المعدنية استخداما هو الصلب. بعمل الكلام ده عشان أحسن الخواص الميكانيكية. طيب عشان الموضوع ده يبقى واضح في ذهننا ليه بنعمل معالجات حرارية، تعالوا ندي كده مثال تشويقي لأهمية المعالجات الحرارية. كلنا عارفين التروس، لو صنعت التروس دي من صلب، من مادة واحدة صلب منخفض الكربون على سبيل المثال، كل التروس صنعتها من صلب منخفض الكربون وشغلت ودورت التروس، التروس هتنقل القدرة وتغير في السرعة، بعد فترة هتلاقي أسنان التروس حصل فيها تآكل. طب نعمل إيه عشان نزود خاصية مقاومة التآكل الميكانيكي؟ نزود الصلادة، خاصية بتاعت السطح. طب نعمل إيه؟ نغير المادة، تعالوا نصنع التروس من مادة بتقاوم التآكل من صلب عالي الكربون. جميع التروس بقى متصنعة ومتجمعة من صلب عالي الكربون، وشغل ودور هتلاقي بعد شوية حصل شروخ في التروس، بل لو الصدمات دي شديدة هتلاقي الترس ممكن يتكسر. عشان ايه؟ عشان زيادة نسبة الكربون في الصلب بتخلي المادة قاصفة، بريتل ماتيريال، وبالتالي قدرتها على تحمل الصدمات بتقل. يبقى كده انا عايز اسنان ترس بتقاوم التآكل وجسم الترس يتحمل الصدمات. ايه الحل؟ نصنع الترس من مادتين. واحد كده من اللي بيسمع يقول لك اصنع الترس من مادتين مختلفتين، بحيث يكون جسم الترس من ماده تتحمل الصدمات واسنان الترس من ماده مقاومه التاكل عندها عاليه شويه. واحد تاني يقول لك طب ما احنا نستخدم موضوع محاضره اليوم اللي انت بتقول عليه اللي هو المعالجات الحراريه، ان انا اصنع الترس كله من ماده واحده واعمل معالجه حراريه على سطح الترس او اسنان الترس. على رأس المعالجات الحرارية التخمير أو الأنيلينج. التخمير هو لو اتكلمنا عن الصلب هو تحويل الصلب إلى حالة لدنة عن طريق رفع درجة الحرارة بتاعته لدرجة معينة، وبحتفظ بدرجة الحرارة دي فترة من الزمن وبعد كده أبرد ببطء. ما دام معالجة حرارية بقى فيه استخدام لدرجة الحرارة، معايا البعد الرابع اللي هو الزمن. طب أرفع درجة الحرارة مدة قد إيه؟ أحتفظ بيها كام دقيقة؟ كام ساعة؟ بعد كده أبرد بسرعة قد إيه؟ في زمن قد إيه؟ كل ده بيعتمد على نوع
التخمير. يبقى عملية التخمير دي أو لها أنواع. طيب أنا بعمل التخمير ليه؟ لأن في عمليات التشغيل على رأسها عمليات التشكيل على البارد زي الدرفلة والسحب والسحب العميق والبثق، ده كله هندرسه بعد كده. بيحصل في المنتج إجهادات داخلية بتتخزن داخل المنتج ده، وبتكون الإجهادات دي متوزعة بطريقة غير منتظمة. تلاقي فيه شد في بعض المناطق، في ضغط، إجهادات ضغط في بعض المناطق، وبالتالي لازم أريح المنتج ده. فبعمل عملية التخمير، عايز أزيل الإجهادات من على المنتج ده، فبعمل عملية التخمير. يبقى إذن الهدف من عملية التخمير بصفة عامة إزالة الإجهادات الداخلية. الهدف الثاني إعادة التبلور، عايز أعمل حاجة اسمها Recrystallization Annealing، وده نوع من أنواع التخمير اسمه تخمير إعادة البلورة. عايز أعمل إيه في الأجزاء اللي هي تم تشكيلها على البارد؟ عايز أولد بلورات جديدة بقى، بلورات جديدة مكان البلورات اللي اتشوهت من كتر الإجهاد، في بلورات بتتشوه، فعايز أكون بلورات جديدة. دي معنى كلمة إعادة التبلور ببساطة. وفي بقى التخمير الشامل، عايز أعمل فول أنيلينج. وفي النوع ده بحول الصلب من صنف أو من نوع لنوع آخر. يعني إيه؟ عايز أوصل بالمشغولات بتاعتي لأقصى درجة من درجات الليونة على سبيل المثال، أخلي المادة يعني very soft. وعايز طبعا بالإضافة التخلص من الإجهادات الداخلية، وأعمل تجانس في التركيب. النوع الثاني من عمليات المعالجة الحرارية المعادلة. المعادلة دي بتشبه التخمير في ان انا بسخن، احط بقى المنتج بتاعي في الفرن، في فرن المعالجة الحرارية، بس الفرق في اختلاف سرعة التبريد. في عملية المعادلة سرعة التبريد بيكون اسرع من التخمير. يعني مثلا بدل ما كنت في التخمير اسيبها بقى تبرد في الفرن واظبط درجة التبريد، طبعا بيبقى الفرن دي شغالة بكنترول يونت وحدة تحكم، فبتحكم فيها اظبط درجة او سرعة التبريد. في المعادلة بظبط سرعة التبريد بخليها اسرع بقى من التخمير. يبقى التبريد بيتم في الهواء بقى بدل من الفرن، او لو حبيت ابرد في الفرن اظبط بقى بالكنترول يونت اخليها ايه تسرع عملية التبريد، او اخدها بقى لو الفرن دي ما فيهاش بقى كنترول يونت، اطلع المنتج ده من الفرن بعد ما اوصل لدرجة الحرارة اللي انا عايزها واسيبه يبرد في الهواء الساكن، مفيش مروحة بقى شغالة فوق المنتج. يبقى اذا في المعادلة التبريد بيكون اسرع من عملية التخمير، وعادة بيكون في الهواء الساكن، يعني مش داخل الفرن زي المعالجة. بعمل المعادلة عشان احسن الخصائص الميكانيكية للمنتجات. من انواع المعالجات الحرارية المهمة التقصية او الهاردنينج. التقصية اللي بتشبه التخمير والمعادلة في طريقة التسخين، بحط المنتج داخل الفرن وابدأ ارفع درجة حرارته تدريجيا لحد ما اوصل لدرجة حرارة معينة، وبعد كده احتفظ بها فترة من الوقت، وبعد كده اسرع عملية التبريد، او ممكن افتح الفرن وياخد المنتج ده وابرده في المية او في الزيت او في اي سائل اخر. دي التقصية بصفة عامة. بعمل عملية التقصية ليه؟ الهدف منها رفع درجة صلادة الصلب بصفة خاصة، او المعدن بصفة عامة عايز ارفع درجة الصلادة. ايه الصلادة؟ بالدال، خلي بالك، غير الصلابة اللي هي بالباء. الصلادة اللي هي بالدال دي قدرة المادة، بتكلم هنا عن الصلب، قدرة الصلب على مقاومة حدوث البري والتآكل. شفت المثال اللي احنا ضربناه في اول سلايد؟ قلت لك الاسنان بتاعت التروس بتتاكل. طب انا عايز ارفع الصلادة بتاعت الاسنان بتاعت التروس، ممكن اعمل عملية التقصية دي على الاسنان. يبقى الهدف من التقصية رفع درجة صلادة الصلب عشان ايه؟ يقاوم البري والخدش والتآكل. يبقى الهدف من عملية التقصية. في من انواع التقصية بقى ايه؟ السطحية،
بدل ما اعمل تقسيه شامله بقى على الجسم، انا بقسي السطح بس، بعمل حاجه اسمها سيرفيس هاردنينج، بعمل تقسيه او زياده الصلاده بتاعت السطح الخارجي بس، زي الموجود في التروس. ودي بتحصل بانواع بطرق كتيره جدا. من اشهر الطرق دي حاجه اسمها الكاربورايزنج، الكربنه، دي هدف منها الكيس هاردنينج بقى. الكربنه دي بحط اسطح او السطح بتاع المشغوله بحطه في وسط غني بالكربون، دي الكربنه. يبقى بحط المنتج بتاعي داخل الفرن في وسط غني بالكربون، يعني مثلا ممكن اجيب الصلب وخفض الكربون وعايز ارفع نسبه الكربون على السطح بس، لكن قلب المعدن يبقى لسه محتفظ باللدونه والمتانه بتاعته، زي اللي احنا قلنا عليه في التروس. يبقى التغليف بالكربونه او الكيس هاردنينج او الكاربورايزنج استخدم مع الصلب وخفض الكربون بقصد رفع نسبه الكربون على السطح فقط، يبقى قلب المعدن لسه ما زال موجود. طب بعمل الكلام ده ازاي؟ بعرض السطح لمواد غنيه بالكربون زي الفحم لحد درجه حراره كبيره شويه، 900 درجه ولا اكبر من 850 درجه مئويه لمده طويله بقى، اسيبه عشان يحصل ديفيوجن بقى، انتشار لذرات الكربون داخل سطح الصلب اللي هو مخفض الكربون، يعني ممكن اسيبه 75 ساعه. وبعد كده ازود كمان التقسيه واعمل تبريد مفاجئ بقى. يبقى اذا في الحاله دي عملت حاجتين، كاربورايزنج وبعد كده عملت الهاردنينج، عمليه التقسيه العاديه اللي هو ايه، زياده التبريد او سرعه التبريد. يبقى دي التقسيه. من المعالجات الحراريه حاجه اسمها المراجعه. واضح كده من اسمها المراجعه، يبقى بعملها بعد حاجه تانية. عملت حاجه وبعمل الحاجه اللي بعد، بعمل حاجه بعدها، براجع شغلي. دي تجرى على المشغولات اللي سبق تقسيتها، يعني بعد عمليه الهاردنينج، بعد التقسيه ببدا اسخن تاني، بعد ما بردت ابدا اسخن تاني، بس مش هوصل لدرجه حراره بقى الكبيره خالص دي، اوصل لدرجه حراره اسمها درجه حراره الحرجه. الهدف منها تخلص من اجهادات حصلت اثناء التبريد المفاجئ. في اختلاف كده بقى، لما تبرد، لما تسخن بتعمل تقسيه، تسخن في الفرن درجه حراره مثلا 900، رحت مطلع المنتج رحت رميه في الميه، هتسمع صوت ايه اللي هيحصل؟ السطح هيبرد الاول ولا قلب الشغله؟ بالتاكيد السطح، السطح تلاقيه يبرد اكتر. طب قلب الشغله ممكن تلاقيه لسه مازال ساخن، ممكن السطح كده يوصل لحد درجه 150 40 وقلب الشغله لسه مازال موجود 400 300 200. اختلاف او temperature difference، ده اختلاف درجه الحراره، ده بيعمل اجهادات، اجهادات حراريه في الداخل. دي ناتجه من فين؟ ناتجه من التقسيه. فبعمل المراجعه بعد التقسيه عشان اتخلص من الاجهادات الحراريه اللي هي موجوده داخل قلب المنتج. يبقى اذا بعمل المراجعه عشان اتخلص من الاجهادات اللي حصلت اثناء التبريد المفاجئ في عمليه التقسيه. اتمنى تكون محاضره اليوم واضحه، واشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه. شكرا لحسن استماعكم.